في حالة واجد تجيني بالعيادة يكونوا خايفين على أمهم ولابوهم لأن عندهم نسيان متكرر. في مشاكل عضوية تكون موجودة اللي إحنا نسميها ريفيرسيبل، يعني نقدر نغيرها، نقدر نرد الذاكرة مثل ما كانت. في مشاكل وايد ومنها نقص فيتامين بي 12، فمن أهم الأسباب للكبار نقص فيتامين بي 12 هو سبب شوية الذاكرة أو التركيز يكون تعبان عندهم. فدائما نحب إن مع المرضى الكبار نشيك على مخزون فيتامين بي 12، إذا كان وايد نازل نقدر نعطيهم أبر عشان نرفع المخزون بسرعة، وبعدين يقدرون يكملون كورس عن طريق الحبوب عشان يكون ثابت وما ينزل. أنا دائما أنصح خصوصا حق الكبار من الفحوصات المهمة الدورية اللي هم لازم هم يشيكون عليها في فحوصات الدم هي نسبة فيتامين بي 12. أختكم عروب الصراف، اختصاصي أول باطنية عام، مستشفى المواساة السامية. مستشفى المواساة الجديد، نرعى الأجيال.